بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. يا الرايد انت الأسباب ليش الطمانة بالرب، 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 بالرب ليش الطمانة بالرب، هذا الرب يا محتار ناتج عن منهج تجديد، ناتج الأعلى بالأحكام ما في غلظة ولا تجديد، مين حي أفكار الإسلام مين ينهج نهج التوحيد، مين محو أفكار الشيطان مين يتكاتب إيد بإيد، مين يتكاتب إيد بإيد، هذا الرب يا محتار ناتج عن منهج تجديد، ناتج الأعلى بالأحكام ما في غلظة ولا تجديد، مين حي أفكار الإسلام مين ينهج نهج التوحيد، مين محو أفكار الشيطان مين يتكاتب إيد بإيد. ليش الطمانة بالرب، يا الرايد انت الأسباب ليش الطمانة بالرب، يا الرايد انت الأسباب ليش الطمانة بالرب، صيح هذا الرب بأهداف ما ناتج عن الصدفة، أريد أنقذ هاي الناس من أفكار من حفة، أشوفك كل يوم الرذيلة المجفة عن المقاهي وعلى البارات الشباب الملتفة، هالمقاهي وعلى البارات الشباب الملتفة، هذا الرب بأهداف ما ناتج عن الصدفة، أريد أنقذ هاي الناس من أفكار منحرفة، أنا أشوفك كل يوم للرذيلة المجفة عن المقاهي وعلى البارات الشباب الملتفة، يا الرايد انت الأسباب ليش الطمان الأسباب لا ما تبقى مستغرب، تسأل ليش هذا الرب تسأل ومتعجب، بنعطيك الأسباب لا ما تبقى مستغرب، والرب بقوم الشباب والأخلاق احنا لازم، وبآيات القرآن يبقى الرب متقدم، تسأل ليش هذا الرب تسأل ومتعجب، بنعطيك الأسباب لا ما تبقى مستغرب، والرب بقوم الشباب والأخلاق احنا لازم، وبآيات القرآن يبقى الرب متقدم. يا الرايد انت الأسباب ليش الطمانة بالرب، يا الرايد انت الأسباب ليش الطمانة بالرب، صيح يا مستغرب من الراب بس قل لي وين الوجدان، شنو فارق لحن الراب خويا عن باقي الألحان، نتسخن نصر الدين ونقوي الإيمان، من تستخدم لحن الراب بتنشد حب الأوطان، بتنشد حب الأوطان، يا المستغرب من الراب بس قل لي وين الوجدان، شنو فارق لحن الراب خويا عن باقي الألحان، من تسخن نصر الدين ونقوي به الإيمان، من تستخدم لحن الراب بتنشد حب الأوطان، بتنشد حب الأوطان، بتنشد حب الأوطان، يا الرايد انت الأسباب ليش الطمأنة بالراب، يا الرايد انت الأسباب ليش الطمأنة بالراب، صيح أنا أريد هالشباب يتخلص من الشبهات، يعيش بخير وبأمان ما يتعطل المخدرات، ويحارب فكر الإلحاد بالإسلام والثبات،
الباب اشرح لك ولا يجوز ما يستوعب اي كتاب. انا اخوك اسمعني زين من اشرح لك حكم الرب عقلك هذا وفرق